الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن للجنة بابا يدعى الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. سؤال: ما حكم استخدام المخدر الموضعي في اللثة لمعالجة الأسنان في نهار شهر رمضان؟ الجواب: المخدر الموضعي غير المؤدي إلى الإغماء جائز، وإذا أدى إلى الضعف فمكروه. المخدر الموضعي الذي يوضع مثلا على الأسنان أو يزرق بين الأسنان لكي يكون بإمكان الطبيب أن يعالج الأسنان، فهذا المخدر الموضعي لا إشكال فيه إن زرقه الصائم مثلا في لثته. أما إن كان إذا كان مضعف هذا التخدير الموضعي أو إخراج الدم يكون مضعفا، فيكره هذا العمل في نهار شهر رمضان. سؤال: ما حكم خروج الدم أثناء معالجة الأسنان في أثناء الصيام؟ إذا شخص أراد أن يعالج أسنانه أو مثلا ذهب إلى الطبيب لمعالجة الأسنان وخرج الدم من الأسنان في أثناء الصيام، فما حكم خروج الدم في أثناء الصيام؟ الجواب: يكره كل أمر يسبب الإدماء في الفم ويجب التحرز من ابتلاعه. كل أمر يوجب الإدماء في الفم الأفضل الاجتناب عنه، وإن خرج الدم داخل فضاء الفم فيجب إخراجه من الفم وعدم ابتلاع ذلك، لأنه يبطل الصوم إن دخل الدم داخل الحلق. يكره كل أمر يسبب الإدماء في الفم ويجب التحرز من ابتلاعه، يعني يجب إخراجه إلى الخارج. سؤال آخر: ما حكم دخول الماء إلى الحلق أثناء معالجة الأسنان في شهر رمضان؟ الجواب: يلزم التحفظ من ابتلاعه، أما إذا سبقه ووصل إلى الحلق فلا يضر بصومه. شخص مثلا كان عند طبيب الأسنان وأراد مثلا أن يعالج أسنانه ثم مثلا ابتلع الماء أو لكي يمضمض بالماء، ولكن الماء يجب عليه أن يخرج الماء من فضاء فمه. أما إذا كان في تمضمضه وسبق الماء إلى حلقه بدون اختيار، فهذا السبق بدون اختيار لا يضر بالصوم وصومه صحيح، والحمد لله رب العالمين.